ثامر من قناة ميجا فيلم، كل عام وانتم بألف خير. واليوم حبينا نقدم لكم الجزء الثالث من سلسلة أفلام الانتقام. أفلام انتقام جدا ممتعة، وخلال هذه القائمة راح تعرفون ليش. لا تنسى تعطي هذا الفيديو لايك وتعليق واشتراك على الأقل، وبكون شاكر لك. إذا عندك أي فيلم أو أي مسلسل اكتبه تحت بالتعليقات، وراح أنا عن ثلاث فايزين نهاية المقطع القادم. Whole life has been nothing but waiting, and now it means something. I'm with you until the end. فن موفي، ولكن حبيت يكون معنا في المركز العاشر. ولو كنت تحب الأفلام الحماسية، هذا الفيلم لك اليوم. وأحيانا أنا أحب أشاهد أفلام ما فيها تعقيدات كثير، وهذا الفيلم منها. في واحد هرب من السجن علشان الانتقام من اللي خطف حفيدته واللي كان سبب دخوله السجن. يبدأ الحماس أول ما يخرج من السجن وتصير أحداث حماسية. All I wanted was to be invisible. It was a simple request. It didn't involve anyone else. فيلم مظلوم ويستحق أن يكون ضمن هذه القائمة. جزئية الانتقام ما راح أذكرها لكم، ولكن خلونا نتكلم عن قصة الفيلم باختصار. دوت فتاة وحيدة تم تبنيها من قبل عائلة، وهي صماء ودائما تتعرض للتنمر بالمدرسة وبكل مكان. ولكن الحماس يبدأ أول ما تعرف نينا سر دوت. فترى ما قصة هذه الفتاة وماذا سيحدث لها في هذا الفيلم الغريب؟ فيلم أعجبني ولازم تعطونا فرصة. You honestly think Riley North did this? Today's the 5-year anniversary of her family's murder. أحيانا يعني الانتقام يكون شيء صعب على المرأة، ولكن كيف لو قلت لك العكس؟ في امرأة ما عندها أي شيء تخسره في هذا العالم، والشيء الوحيد اللي تبيه الانتقام من اللي قتل زوجها وبنتها. والآن كيف ستحاول هذه المرأة الانتقام من العصابة الخطيرة لوحدها؟ فيلم حماسي بمعنى الكلمة. What's her name? Jesse. Wanna know who else did it? I don't know. No? Chunky memory? ممتاز وبطل من قصة واحداث ومن سيناريو أجمل. في بنت هاربة تعرضت للاعتداء والقتل، ولكن تبدأ قصتنا أول ما يحاول أبوها الانتقام من كل شخص كان سبب في موتها. فيلم مميز ولازم تشاهده لو مرة على الأقل. The person doing this to me. I want him to know if there's anything left in this world that he still cares about, I'm gonna burn it down. من أفلام الانتقام الحزينة واللي ما أقدر أنساها من جماليتها. تخيل إن فيكتور تم قتل كل عائلته، ولكن فيكتور ما يخلي هذا الأمر زي السلام عليكم. من طرف آخر جارته اللي تعرضت للتنمر أكثر من مرة واللي تطلب منه الانتقام من اللي شوه وجهها. فترى ماذا سيحدث في هذا الفيلم بالضبط؟ فيلم حماسي، وأنصحكم يكون هذا الفيلم أول فيلم تشاهدونه ضمن هذه القائمة. Just killed your boy, Sean. I just killed Danny. I had to. He was gonna shoot my son. شوفوا، صارت مشكلة لجيمي وابنه اللي كان له مشاكل مع ابن شخص خطير ما يرحم احد. والشيء الاغرب ان جيمي يعرف هذا الشخص الخطير. جيمي يتصل عليه بعد ما تخلص من ابنه وقال له انا اللي قتلت ابنك، لانه كان يبي يقتل ابني. ومن هنا تبدا قصة الانتقام المرعبة. والان ماذا سيحدث خلال هذه الليلة الحماسية؟ He just left him there. That's what I can't forgive. That's my boy. Yo, T, I'm really happy you're home.
صدقني لو تعرف هذا الفيلم أو شاهدته وسمعت قصته وقلت خلنا نخليه يوم ثاني، هذا أكبر قرار خاطئ سويته. فيلم ممتع للجنون ولازم يكون معنا اليوم. لو تعشق السباقات والمطاردات راح تستمتع بهذا الفيلم أكثر وأكثر. تخيل في شخص قالك أبي أتحداك تحدي، وإذا فزت أعطيك سيارتي، ولكن تتفاجأ أنك بالسجن بسبب هذا الشخص اللي تحداك. اللي دخل السجن توبي يخرج ويحاول انتقام من اللي دمر حياة أخيه وحياته. فترى وش راح يصير في هذا الفيلم الحماسي؟ فيلم لو ما شاهدته حرفيا ظلمت نفسك. باختصار What's the least that I could put on? $364. ومعنا أكثر فيلم مظلوم أعجبني جدا، من قصة غريبة ومن أحداث أغرب بمعنى الكلمة. في بنت تدرس طب ومختصة في العمليات الجراحية، بتقول لي وين الحماس يا ثامر؟ الفيلم كله حماسي. شوف، هي تحتاج المال. الشيء الغريب جتها وحدة تبيها تسوي لها عملية جراحية سرية مقابل مبلغ مالي، ولكن انتقام راح يكون ضمن هذه القصة. ولكن ما سر الانتقام وما سر هذه الفتاة الغريبة بالضبط؟ You get to me first. Just wait. ومعنا الفيلم اللي خلاني أسوي هذه القائمة من أحداث جدك ومن قصة حزينة خلت هذا الفيلم يعلق في ذهني. في جندي رجع إلى المدينة وعرف أن أخيه تعرض للتنمر الوحشي من قبل عصابة، والمشكلة أخيه عنده مشاكل عقلية. يبدأ الحماس أول ما يحاول الانتقام من الكل وما يترك أي أحد في حاله. فيلم عجبني، وعدم مشاهدتك له تعتبر غلطة كبيرة. Casting on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to know.